بمناسبة عيد التجلي، رفعت الصلوات وإقيمة القداديس في رعية آجية صوفية للرومي الملكيين الكاثوليك في صيدنايا. ترأس القداس غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للرومي الملكيين الكاثوليك. نحن نحتفل بهذا العيد اليوم، وعيدنا في هذه السنة هو عيدين، عيد ديني وعيد وطني أيضا. هو عيد انتصارات جيشنا العربي السوري البطل في دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان. وأنت ترين الآن هذه الوجوه، كل الناس اجتمعت في بحث هذه البلدة لتعيد، لتتذكر أيام الأمن والأمان التي عادت إلى هذا البلد الحبيب سوريا. احتفالية عيد التجلي تحولت لمهرجان ديني وطني بصيدنايا، جمع كل أبناء وأهالي صيدنايا بجميع أطيافها، فعاليات الدينية الاجتماعية الحكومية، بجو من الألفة والمودة، هيك مع المحبة والسلام والوئام. الحقيقة كمان حتى المغتربين قصدوا صيدنايا، وحتى السوريين من جميع المدن السورية قصدوا كمان صيدنايا ليعيشوا معنا هالأجواء الحلوة، وكمان الاحتفالات بعودة الأمان والسلام لسوريا، وإن شاء الله بعم السلام مع جميع الأراضي السورية، هذا أملنا. ثلاث صلوات طواف كبير تخلله استعراض موسيقي مميز بإبداع أبناء فرقة مراسم آجية صوفية منظمة الاحتفال، حيث تم عزف مقطوعات موسيقية وطنية وأيضا متنوعة بحضور شعبي كبير من كافة المناطق. وهذا العيد يعني عيد كثير مهم بصيدنايا الحقيقه، وكل العالم مثل ما شايفين بتحتفل فيه وهيك، فنحن يعني كثير بنحضر له من قبل بشهور بنحضر لهذا العيد، وهيك ان شاء الله نكون عملنا شيء هيك. عيد التجلي ما هو مجرد عيد، هو مهرجان صيدنايا بيضم فعاليات مختلفه، والسنه كان مميز كثير لانه السنه حسينا بطعمه النصر. نحن بصيدنايا سوريا كلها انتصرت. في كل سنة يحتفل أهالي مدينة صيدنايا بعيد التجلي، ولكن لهذه السنة وقع خاص ممزوج بانتصارات الجيش العربي السوري وعودة الأمن والأمان لربوع سوريا الحبيبة.